سيد، نحن نشوف بعض البيوت عم تتعمر. نعم. من عم يعمرها؟ والله أنا جهود أهل المنطقة. كل ما قاعد إحنا ننتظر الدولة، والدولة ما كل شيء. الدولة ما تستجيب. يعني هذه البراين اللي وقعت هناك. نعم. والمية اللي ينزل جوا هذه البيوت كلها دايسة. هذه البيوت المية قاعد ينزل جوا. وراجعنا المحافظ وراجعنا البلدية وراجعنا الماء والمجاري. المشكلة عد المجاري، لأن هذه مجاري داخلية مع ضرورة البرينة. المية من المنطقة كله ينزل جوا البيوت هسه. يعني هسه هذه البيوت هذه طايفة على بحيرة من المية. وهسه احنا هاي بجهودنا، يعني هسه احنا يعني بفلوسنا. عندكم إمكانية؟ والله قاعد يدين والمهم يعني يدبروها شو مكان. من طالب سيد؟ والله احنا ايش نطالب؟ احنا طالبنا ترى كثير، وراجعنا وكتبنا ورحنا وجينا، بس ماكو نتيجه، لانه الدوله بجانب واحنا بجانب. والله مثل ما تشوفون، هاي شوفت عينكم، عن عمر وعن البيوت وقعت وداست كلها، وهذه المجرى هاي ايش قصر ان احنا نراجع بها ازيد من 9 اشهر، والمي جوا البيت عا يدوس، هاي ثالث مره احنا نعمر والبيت يدوس مرتلخ. فجابوا مهندس المجاري، قلنا له يابا هذه شلون هذه يعني؟ قال والله احنا دايره مفلسه، على الوقت تجمعون من المنطقه وتعملوها انتم. قمنا لغينا هذا البوري، جابوا المجاري، قلنا انتم بين ما حتلغوه؟ قلنا انتم كنتوا تلغوها من يمكم. قال احنا عندنا معدات، جاء حفر بالمعده هو، واحنا اللي على حسابنا، انا على حسابي اللي سديت هذا المجرى كله، وما زال المي الساع جوا البيوت وعدوس البيوت كلها. هذا ما اول بيت، هذا البيت وهذا البيت وبيتين اليمنى، تجي تصورهم وتدحك على المجاري مالهم اللي صايره جوا الشارع، ما فوق الشارع. وهذا الحق يعني ماكو اي حل. الشباب ايش عيشتوا؟ هسه والله عنصب هذا، هسه هذا البيت من هنا داس. عن نحفر اساس وعنسوي هذا، قسطه لو ما قسطه، هاي الهوانات كلها وقعت هنا، برينه، برام زينه انفجرت. المفخخ هذا البيت مفخخ، هذا الحائط مثل ما اشوف صور الحائط، هذا شوف انشل هذا الحائط، هذا بيت اليم، بيت اليم وراح، هذا 4 بيوت كلهم راحان. هاي على حساب اللعبه؟ هي على حسابنا، ماكو منظمه. منظمات تجي يجيب لك بطل زيت و10 يصورون. والدوله ماكو دوله اصلا، ماكو حكومه.